أما بصباحنا مكملين معكم، وأولى فقراتنا رح تكون محطتنا قانونية نحكي فيها عن آليات التملك وفق القانون السوري وطرق ضمان أيضا حق البائع والشاري. هي محور حديثنا لليوم، رح نحكي تفاصيل أكثر مع الأستاذ المحامي أحمد دعبول. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، كل خير يا أهلا. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن قانون جدا مهم، وهو وضع لحماية المواطن بالنهاية. خلينا نحكي عن آلية القانون السوري بموضوع التملك، إن كان العقارات أو المركبات. بداية القانون السوري حدد عدة طرق قانونية للتملك، سواء كان هذا عقار كمنزل أو محل أو أرض أو كان مركبة. خلينا نعرف أول شيء أنه إحنا الحق الملكية اللي هو حق مصان دستوريا، حق الملكية بموجب أحكام القانون السوري هو بيخول الشخص الذي يملك ثلاث حقوق، وحق استعمال وحق استغلال وحق تصرف. حتى نكون احنا يعني شوي هيك كعالمنا مفهوم اكثر. حق الاستعمال انه الواحد يسكن بالمنزل تبعه مثلا، او الارض يستخدمها، او السياره تبعه استعمالها، حق الاستعمال. حق الاستغلال وهو يتفرع انه كان يقوم الشخص بتاجيره بالانتفاع فيها. حق التصرف وهو نقل ملكيتها لشخص اخر. تمام، هالثلاث حقوق هن اللي بتتفرع عن حق الملكيه. هاي الحقوق حدد لها القانون طرق معينه حتى تكون قانونيه، حتى يضمن البائع حقه والمشتري حقه. قد يكون نقل الملكيه بموجب الدائرة المختصة، كان يكون مثلا عقار فهي لدى مكتب التوثيق العقاري يتم الفراغ حسب الثمن المتفق عليه ما بين البائع والشاري. قد يكون التملك بموجب وكالة من قبل البائع إلى الشاري، وقد يكون بموجب حكم محكمة. والأساس فيهم طبعا احنا بيكون في عقد مبدئي بين البائع والشاري، ويتم توثيقه حتى تصبح عملية نقل الملكية مشرعة قانونا قانونية، لا يتحظى أي شيء يضر بالبائع أو بالشاري. لهيك نحن نلاحظ عندنا عدة وسائل قانونية. هلا أغلب العالم متعرف عليه أنه عقد البيع ما بين البائع والشاري، هو عقد البيع هو يصنف الذي لم يوثق أمام موظف رسمي، هو عقد يصنف من الأسناد العادية بموجب أحكام قانون البينات السوري الموجودة، لأنه نحن في عندنا السند الأقوى هو السند الرسمي، هو السند الذي ينظم أمام موظف رسمي كالوكالة، كالفراغ أمام أو مكتب توثيق العقار أو كحكم المحكمة. حكيت حضرتك أستاذ عن كذا سند وكذا بند ممكن تكون ضمن عقد البيع. طب اليوم ممكن يصير في أخطاء شائعة، أو البائع أو الشاري واحد منهم يتلبك أو ما يعرف شو هي الخطوات الصحيحة لحتى يكون هو ضامن حقه بالكامل. يعني شو هي الطرق اليوم المضمونة لحتى الطرفين يكونوا ضامنين حقوقهم؟ تمام. هلا بصراحة أكبر الأخطاء الشائعة اللي عم نواجهها نحن هون هي سعي البائع والشاري إلى التهرب الضريبي. هن حتى ما يحطوا قيمة، رغم أنه تعالجت بقانون البيوع العقارية الصادر مؤخرا عن طريق استيفاء قيمة رائجة عن ضريبة البيع للعقار، لكن منلاحظ نحن أنه هي أحيانا تهرب، ما منحط الثمن الحقيقي. هلا هي المشكلة حل جزء، حل جزء منها عن طريق قانون البيوع العقارية. لكن أنا يعني النصيحة حتى تضمن أنت حقك كبائع بقبض الثمن، وتضمن حقك كمشتري باستلام الشيء المبيع سواء كان عقار أو مركبة أو شيء، هو أن يتم تنظيمه أمام موظف رسمي أمام الدائرة المختصة كمرحلة تانية. أنا دقيق، كمرحلة تانية يتم توثيق العمل، لكن كمرحلة أولى هي يعني مسألة اختصاص وليس انتقاص. نحن عم نلاحظ أحيانا عم يتم البيع، عم يتم قبض مثلا نصف الثمن عند الاتفاق والنصف الآخر عند الفراغ عند إتمام المعاملة. عم يتفاجئ البائع بوجود إشارة، عم يتفاجئ البائع بوجود عيب في الشيء المبيع غير المتفق عليه، عم يكون دافع نصف الثمن كحد أدنى وقد ربما يكون أكثر. لهالسبب هذا لازم تكون في شخص مختص. يعني أنا لما بيجيني حدا عم بيقول لي أساس عم بيشتري منزل، وللأسف أحيانا نحن بضل عندنا الثقافة العامة أكبر من الثقافة القانونية المتواجدة للأشخاص. ثقافة المكاتب العقارية. تماما يعني تماما. العقد الأول. للأسف يعني المكاتب العقارية مع احترامنا للجميع إنه يعني بيقول لك أستاذ أنا نص محامي، يا أخي لا مو نص محامي ولا صرت محامي كامل. أو هي مسألة تقصد إنه في عندنا نحن أمور قانونية أنت ما بتفقه فيها. طيب الشخص المختص مثل مين؟ محامي، قاضي. مو ضروري أنا عم أحرض إنه الأشخاص أو أنا عم أدعيهم للذهاب، لا ممكن حدا مختص قانونيا. لك تنصح اليوم كمان أنا هو الشخص حل مسألة اختصاص وليس انتقاص. أنا لما عم يجيني شخص يعني أحد المرات كنت أنا جالس مع أحد المكاتب العقارية عم بيقول لي أستاذ إكلياتها إشارة بتروح يعني كم يوم؟ إشارة راح نشوف تروح كم يوم.
ما بيعرف يفرق ما بين إشارة الدعوة، ما بين إشارة الرهن، ما بين إشارة الحجز، ما بين إشارة التأمين، كل إشارة في كذا تماما في عندك كذا وضع. لهذا السبب نحن بنلاحظ انه عم بيصير في اخطاء هي عدم الذهاب الى الشخص المختص اللي ممكن يفند الامور القانونيه لهذا الشيء المبيع بشكل واضح. قد يكون يعني يقبل المشتري يقبل بهذا الاشاره، لكن انا لما فندت له اياها بقول له هون في عندك ورسي عمليه ازاله الشيوع على العقار ستحتاج معك وقت طويل، كون يوجد اشخاص مسافرين، يوجد اشاره دعوه، اشاره دعوه على ماذا تستند هذه الاشاره؟ هل هي عقد بيع صحيح؟ هل هي وكاله مزوره؟ هل هل هل, هل. انا فندها وانت لك القرار. للاسف اصحاب الذين يعني المكاتب او غير المختصين بهالامور هي في منهم عندهم خبره كبيره من نطاق الخبره ونطاق الممارسه العمليه للفعل، لكن ما عندهم تعليم اكاديمي اللي هي بتوفره الجامعات والخبره اللي بتمارسها المحامي او القاضي في نطاق عمله. لهالسبب هذا الطريقه الاولى والاضمن لضمان حق البائع والمشتري هو توثيقه امام موظف رسمي. الموظف الرسمي لما انا عم روح نظم هذا العقد عنده او عم ثبته لديه عم يضمن حقي أنا بقبض الثمن، وعم يضمن حقه هو باستلام المبيع حسب الشروط المتفق عليها فيما بين الطرفين. نعم. كمان في نقطة أستاذ، يعني اليوم كمان قانونياً نحن وقت بدي أنا أنزل أشتري السيارة فيني أنزل أعمل كشف أطلاع عليها، بعرف شو وضع السيارة بشكل عام. صحيح. ووقت بدي روح أشتري بيت كمان في بيان للعقار مين ورثة مين أسهم، في مشاكل يعني كمان القانون يعني يوفر، ولكن نحن المشكلة أحياناً أنه خلص نعمل العقد مبدئي وهاد رعبون وخلينا بعدين بتصير هالمشاكل، فالمشكله بتكون مننا يعني مو من الطرف الاخر. حالات كثير من التزوير اللي صارت بموضوع الامتلاك، خلينا نذكر بعضها. هلا نحن هون في نقطه كثير جوهريه ومهمه وتفصيل يعني احيانا يؤدي الى ضياع الحق. نحن لما عم نصير خلينا نحكي فيما بعد حدوث المشكله، يعني شخص احيانا عم يطلع قيد عقاري عم يطلع باسم الشخص. المشكله الاولى نحن انا لما عم جيب كشخص انا بائع او مشتري عفوا، لما انا عم جيب قيد عقاري للمركبه، قيد عقاري للمنزل للارض، انا لا ما بعرف انا شو معنى 2400 سهم، شو معنى 1800 سهم، شو معنى اشاره رهن مثل ما حكيت قبل شوي، شو معنى اشاره دعوه، شو معنى اشاره حجز، ما عم بعرف انا قيمها صح. هي ممكن يعني هو برغبته او اذا بيعتبره لقطه او ايا كانت اسبابه الشخصيه انه ما في مشكله بتنحل. هون الخلاف الأساسي، لكن خلينا نحكي من نقطة جوهرية في حال حدوث إشكال قانوني كتزوير. نحن عم نلاحظ خاصة خلال الفترات الماضية يعني مع بداية الأحداث بسوريا صار في كتير عمليات تزوير، سواء وكالات سواء أحكام قضائية سواء طبعا تزوير ما عم بيكون تزوير بحت، يعني أنا ما عم يجي شخص عم يجي بحكم محكمة مزور لا يوجد أساس له بالمحكمة. هناك عدة أمور قد تؤدي لصدور قرار لكن مبني على التزوير. نعم. كشخص عم يقدم وكالة للقاضي أنا مالك هي بموجب وكالة، القاضي عم يتأكد منها عم بيطابقها ووجود أساس لها، عم بصير حالات معينة. هلأ هون أنا في يعني عتب أو يعني لوم صغير على الزملاء المحامين. نحن في عنا نقطة جوهرية اللي حكيتنا بتفاصيل دقيق هي آلية رفع الدعوة الأساسية. نحن بنلاحظ انه في احيانا لما عم يجي شخص متملك عقار بناء على وكاله، بناء على فراغ نظامي بمكتب التوثيق العقاري طبعا في احد الاجراءات مزور، او بناء على حكم محكمي، انا اليه رفع الدعوه والدعوه الاولى التي يجب رفعها هي اللي بتحدد مصيره من حيث المبدا. ممكن نحن نلجا لطرق ثانيه او دعوه رفع دعوه ثانيه، يعني اللي متملك بحكم محكمي مبني على التزوير مثلا هذا يجب رفع دعوه انعدام حكم قضائي، الحكم اللي شاب وعيب أنا بلجئ عليه لرفع دعوة انعدام هذا الحكم اللي بني عليه، فهو ما بني على باطل فهو باطل. كافة الإجراءات القانونية التي حصلت بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدوره هي إجراءات باطلة. في حال تم الفراغ أمام مكتب التوثيق العقاري بناء على وكالة باطلة وما بلجئ لحكم، لا يوجد حكم، أنا بلجئ إلى فسخ تسجيل هذا العقار كونه تم تسجيله بناء على عيب شابه هذا التسجيل كوكالة مزورة أو انتحال صفة شخص أو انتحال هويته أيا كان. لهيك أنا الخطوة الأولى هي الخطوة الأساسية في استرجاع الحق سواء لضمان حق البائع والمشتري كلا الطرفين. ممكن تكون هاي الخطوة كمان بتساعد إنه الشخص يلي تم الاحتيال عليه مثلا يكون هو حامي حاله من هذا التزوير أو الاحتيال؟ حسب الحالة، لكل حالة وقائع. يعني الشخص ممكن يكون فعلا شخص يعني تم البيع عدة مرات، أنا كمشتري اشتريت أنا بناء على الحكم أو الوكالة المزورة، رجعت أنا بعته، أنا أكون شخص حسن النية، أنا لا أعلم لدي، يعني كثير أحيانا عم يجينا حالات عم يتم تزوير إخراجات قيد عقارية، عم يجي لعندي عم يقول لي أستاذ أنا هذا العقار تبعي، ما في عليه إشارات. عملوا فيه طبعاً طبعاً القيد العقاري طبعاً. لهيك أنا دائماً لما أنا بدي أتخذ إجراءات بقول له لا لو سمحت أعطيني رقم العقار فقط، أنا ما بأخذ أي وثيقة من البائع.
اعطيني رقم العقار، انا بتاكد لك من الوكاله، انا بتاكد لك من القيد العقاري، انا بتاكد لك من الاشارات الموجوده وعن اليته وما هو سبب وضع هذه الاشاره، ان كان بيع، ان كان ثمن، ان كان دين، ان كان ايا كان السبب. وهون انا اقدم نصيحتي القانونيه للمشتري في حال هذا الوضع القانوني سليم، هذا الوضع غير سليم، هذا مبني على تزوير، قد يكون احيانا مبني كثير دعوى بتنبني على التزوير للاسف. واحيانا بالطرف المقابل احيانا ممكن تتم وضع اشارات دعاوى او اشارات على العقار او المركبات لابتزاز المالك، انه انا ما بشيل لك الاشاره حتدفع لي مبلغ مالي. ليش موضوع اشاره سهل عنا؟ يعني اليوم اي حدا في ينزل يحط اشاره على اي مركبه او عقار، هو سلاح ذو حدين. هاي المشكله يعني انا اليوم قادره هلا اليوم انا انصح صح اشاره صح على السياره اللي عندك، وفيك مجرد انك تقولي انا اشتريت من الاستاذ احمد سياره مش معقد بيع شفهي مجرد هالكلمتين فيك تحط اشاره، بحيث اذا طبعا القضاء عم يتخذ اجراءات حازمه خاصه خلال الفتره الاخيره بهالموضوع، هذا موضوع الاشاره، لا عم يطلب احيانا عقد، عم يطلب وجود البائع المشتري، لكن هو سلاح ذو حدين. نحن خلينا نجي مثل ما قلنا انه مين ما كان في حط اشاره، طبعا على سبيل المثال فعلا في شخص مشتري كمان ضمن له حقه، لكن احنا دائما سلاح القانون هو سلاح ذو حدين، عم يجي على عم يحاول انصف، لكن اجباري في له يعني في حد ما اللي عم ينظر فيه اشخاص مثل اي حدا عم يحط اشاره. لكن انا فعلا اذا انا مشتري وما فيني احط اشاره، هي الاشاره من حيث المبدا في القانون هي ما عم تعطي حق للبائع ولا عم تعطي حق للمشتري، هي عم بتنوه انه قد يكون لصاحب الاشاره حق في هذا العقار. نتيجه المحاكمه يا اما بيثبت الحق ويتم اعطائه لصاحبه او يتم ترقين الاشاره، لكن للاسف احيانا في بعض الاشخاص عم تستخدمها بطريقه سيئه، هي وضع الاشاره بس لابتزاز المالك بالحصول على مبالغ ماليه، بالتنازل عن دعاوى، ايا كان السبب. لكن من حيث المبدا هو اجراء قانوني اكيد صحيح، انه هو اجراء تحفظي في حال انا قمت بشراء منزل او عقار وتم وجود اي خلل او اشكال قانوني، انا عم اوضع اشاره كاجراء تحفظي قد يكون لي حق وحتى الغير يعلم. لذلك نحن في عندنا قاعدة قانونية وقاعدة فقهية، صاحب الإشارة الأسبق هو صاحب حق الأفضلية في حال وجود عدد إشارات. لسبب هذا لما بدي اشتري عقار بلاقي في إشارة، في حال قبلت بهذه الإشارة صاحب الإشارة الأولى يكون له حق الأفضلية علي. طيب هون أنا شو لازم أعمل لحتى أحمي حق الملكية لإلي بالقانون السوري من خلال الحق الحماية القانونية والدستورية؟ أنا شلون فيني أحمي حالي من كل هاي الأمور يلي عم تصير، من ذكرت أنه فيها أي حدا شفهي يعني يجي يحط إشارة عند ملكي أنا إن كان عقار أو مركبة؟ بداية أنا بلجأ للشخص المختص، قد ألجأ لمحامي، لقاضي، إلى حدا فهيم بالأمور القانونية أتأكد من هذا الوضع الحقيقي له. ثانيا بتم توثيقه هذا أمام موظف رسمي. نرجع للخطوة الأولى اللي هي بسأل أنا هون، أنا بعرف شو أساس الإشارة، يعني مثل ما حكيت أنا لسه ما صارت الإشارة عندي، أنا بدي أحمي حالي، أحمي حالي. أنا بتأكد منه في حال لا يوجد إشارة أموري أنا قانونية الشخص المختص. قد تكون احيانا الاشاره مثل ما حكينا قبل شوي اشاره وهميه، اشاره وهميه من حيث انه نبدا انه شخص عم يدعي على شخص بوجود حق، ما في انا كمحامي بقول له هي اشاره، لا ما في مشكله عليها. يعني مساله وقت يتم ترقين الاشاره، كونه هذا ما مستند لا الى شهود لا الى اسناد لا في عقد، بس مجرد عقد بيع شفهي وتم ضياع العقد مثلا اثناء الحدث. القاضي هنا، القاضي دائما احنا القانون السوري حدد حالات نقل الملكيه مثل ما حكينا ببدايه حديثنا. اضافه الى ذلك القاضي بتشدد بهالامور هي التاكد انه انت صاحب حق ام لا. لهون انا بعرف انا كمحامي ورجل قانون انا بعرف انه هي الاشاره قد تكون منتجه او لا، لكن اذا انا شفت الاشاره مبنيه على تزوير وكاله لا تغامر. طيب هون ممكن الشخص يتعرض لمساءله قانونيه، للبكه، ممكن عنده وضع بده يسافر يتاجل سفره بسبب هذا الشيء واخر شيء يطلع ما يطلع صح. ممكن كحمايه مسبقه ما في اي شيء، يعني خلينا بالسليم نحن نقول ما في داعي تفوت بمغامرات وفي داعي. انا بستخرج اخراج قد عقاري، بتاكد من ملكيته هل يوجد اشارات ام لا يوجد اشارات، اذا يوجد اشارات لفت باللبكه كلياتها، لا يوجد اشارات قم بتنظيم العقد امام موظف رسمي، قم بدفع الضرائب المتوجبه عليه، تحميك وتحمي المشتري بشكل قانوني، تحميك من الإشكال القانوني اللي ممكن يصير. يعني احنا دائما نلاحظ انه الشخص ممكن يلجأ لدفع مبالغ باهظة عنده وجود إشكال قانوني وما بيدفع مبالغ صغيرة لحماية حقه. هي ثقافة سوية قانونية نحن دائما بنضوي عليها بصباحتنا، انه إجراءات جدا بسيطة اليوم تحمينا من مشوار. اليوم عندنا مشكلة بالمحاكم السورية، المدة الزمنية صح. يعني وخاصة إذا في طرفين نزاع، تع أنت ابن القانون وابن هذا المجال، وألف اليوم طريقة لحتى تأجر ولحتى تستأنف إلى آخره. خلينا نرجع، يعني مو بس اليوم البيان العقاري عطى مهلة للشخص لحتى يتأكد أو بيان المركبة، اليوم عندنا الموافقات الأمنية
صح. بموضوع العقارات كمان هي مدة زمنية روح نزال تأكد. بس في بعض الناس قالوا إنه الموافقات الأمنية كانت تأثيرها كتير سلبي، يعني عمل التجميد اقتصادي صح. قانونياً شو رأيك أستاذ؟ هلأ كحماية حق الملكية الموافقات الأمنية ما لها دور كبير كإجراء قانوني، هي تم إجراء اتخاذه خلال فترة معينة للأشخاص خلال الحرب خلال فترة الأزمة بسوريا، هي بس لمتابعة الأشخاص اللي عم يحاولوا يهربوا أموالهم، الأشخاص اللي عم بيقوموا بتمويل المجموعات المسلحة، الأشخاص اللي صدر بحقهم أحكام مصادرة. لكن حتى مثل الأشخاص اللي صدر بحقهم أحكام مصادرة هي بتأكد منها عن طريق وجود إشارة في المصالح العقارية أو في مديرية النقل. لكن الأشخاص الذين لم يصدر بحقهم، نحن ملاحظ في عليه الإشكال الأمني قد يصدر، هي يعني الموافقة الأمنية كانت إجراء حقيقي فعلا ومهم لضمان حق المشتري صحيح. إلى حد ما أنه قد يصدر هذا بحقه، إذا ما نزلت الإشارة لكن هذا الشخص ما إيش موافقة أمنية، قد يكون متورط بعمل إرهابي، قد يكون بتمويل مجموعات إرهابية وقد يصدر بحقه، وهذا سبب كافي اليوم تماما طبعا أكيد. يعني أكيد ما, أكيد. ما أكيد. تم عملية الشراء يعني بالنهاية صح. لكن يعني حتى نحن ليش أنا نوهت عن موضوع الإشارة بشكل يعني مفصل شوي، أنه مثلا في عنا كثير نحن عقارات من دمشق أو المحافظات الأخرى هي مملوكة على الشيوع، العقارات مملوكة على الشيوع، الوضع الطبيعي يكون في إشارات كتير أنه هو عم يضمن حق البائع، لهيك وجود هاي الإشارة ما قالوا أي يعني خطر على المشتري، لا يوجد أي ضرر على المشتري. بس اليوم المشتري ما بيرتاح، لا حسب أنا برجع بقول الاختصاص أنا لما بيجيني شخص بيقول لي هذا عقار عليه 100 إشارة بقرأ إنه هذا عقار مملوك على الشيوع، وضع طبيعي يكون فيه كذا إشارة، لأنه كل واحد عم يملك حق عم تتملك بموجب هالإشارة هي وصدور حكم فيما بعد، لكن الأغلب الأشخاص بيحملوها بعد البيع لحسب هذا ما في أي مشكلة، لكن لا بيكون عقار مفرز 2400 سهم ويوجد إشارة عليه هي يجب العودة إلى محضر عقد الإشارة، وبعد محضر عقد الإشارة العودة إلى المحكمة التي قامت بوضع الإشارة حتى يتم معرفة تفاصيلها وفيما إذا كان يوجد ضرر على المشتري أو لا. دائما المشتري ما أنه مرتاح لأنه هو اللي عم يدفع هو اللي لازم يخاف. خلينا نرجع لعند المشتري والبائع اليوم، كيف أو شو هي أهم النصائح اللي لازم يتبعوها وقت بدهم يشتروا أو يبيعوا الطرفين؟ أولا عدم السعي للتهرب الضريبي، اثنين تنظيم العقد ببنود واضحة تبين الالتزامات الواجبة على البائع والالتزامات الواجبة على المشتري، ما هي حقوق البائع وما هي حقوق المشتري بعقد. احنا دائما في عنا عم يكون صيغة جاهزة نموذج عام عم ينشر المكتبات، لكن كل عملية بيع في إلى تفاصيل معينة وفي إلى بنود معينة وفي إلى عيوب للمبيع قد لا توجد في هذا العقد وقد توجد بهذا العقد. أنا ضد العقود الجاهزة والنماذج المطبوعة جاهزة، استاذ نغير الاسم تماما. لكن نحن لما منجيب نحن عقد حسب وصف العقار وصف دقيق، وصف العيوب اللي فيه، وصف الميزات اللي فيه، وصف السيارة شو متعرضة له من عيوب، شو متعرضة له، شو فيها تحديثات، أنا هون بضمن حقي كبائع وبضمن حقي كمشتري، إضافة إلى التوثيق لدى موظف رسمي. دائما أنا وصلت حكي أكثر من مرة بحلقاتنا هون، التوثيق لدى موظف رسمي تحمي حقك أمام مديرية النقل، أمام مكتب التوثيق العقاري، أمام كاتب العدل بالدائرة المختصة، تحمي حقك أنت، لأنه لا يمكن الطعن بهذه الوسيلة إلا بالتزوير. أما الوسائل الأخرى كعقد فيما بين البائع وعقد وبين الشاري قد يوجد العديد والعديد والعديد من الطعن في هذا العقد، الإكراه، الغش، التدليس، الغبن، كل هذه يعني تسبب ضرر للبائع والمشتري في حال حدث الإشكال القانوني من إحداهما. طيب استاذ خلينا بس ناكد على موضوع ما بين العقاري والزراعي، هاي الاجراءات القانونيه نفسها المفروض يتبعها الشخص. طيب ذكرت حكم المحكمه، اليوم بعض الاشخاص بيشتروا بيت مثلا بيكون خلينا نقول رابع فني يعني او خامس فني انه هو ما له نظامي ما له مفرز تماما يعني طبعاً. فبتروح القصه لحكم محكمه طبعاً. بين البائع والشاري بنوكل محاميين بيتخاصموا قدام بانه انا بعتك اشترينا ضمنه، هل اليوم هذا حكم المحكمه كمان هو بيضمن حق الشاري؟ طبعاً. طب اليوم اذا في ورثي بالبناء ونحن بنعرف انه مثلا السطح المشترك للبنايه ممكن اي حدا يسبب اذيه لهذا الشخص كونه حكم محكمه؟ هلا هون حسب لا حكم المحكمه هو وثيقه رسميه تعادل القيد العقاري اذا كان الحكم مكتسب درجه القطعيه وتم اسقاط الحق بالطعن من قبل الفريقين البائع والشاري او محامين فهو بتضمن حقه 100% ما في اي خلاف قانوني. لكن المشكله نحن عندنا حسب هذه الاشارات الموجوده معك انت حضرتك، انا اتملكت بموجب حكم محكمه، انا ضامن حقي بموجب وثيقه رسميه فيني يعني
هي حجة علي وعلى الغير هذا الحكم المحكمي. لكن في حال وجود الإشارات هون نحن برجع أنا للفقرة اللي حكيتها قبل شوي، هي التفنيد والتفصيل في هذا العقد، هل يوجد للملاك الآخرين بالطابق الثالث فيما أسفل حق في هذا المنزل أم لا يوجد حق؟ هل الإشارات موضوعة على صحيفة هذا العقار المملوك على الشيوع منا على حصة هذا البائع أم لا؟ وبنرجع لكل واقعة بتفاصيل المعينة بوقائع المعينة حتى نحدد نحن هل يوجد خطر على المشتري أم لا. دائما الناس بتخاف من موضوع حكم المحكمة أو تسجيل الساعة وقت بيكون الوضع زراعي أو المكان للعقار. لا هلا تسجيل الساعة نحن عم يتم يعني عرفا ساعة العداد الماء عداد الكهرباء عم يتم هي في العقارات المستملكة قبل الدولة. نحن نلاحظ عندنا كثير مناطق عشوائيات بسوريا التملك فيها تم التعرف عليه عن طريق موجب انه اثبات انه انا اقطن في هذا العقار. هلا اهم شيء طول ما هنون عم يدفعوا الضرائب هي اول نصيحه وذكرتها كذا مره امورهم بالسليم. لا لا لانه النصيحه محدد انه بهدف تهرب الضريبي انا مشان اتهرب بدفع مليون ليره عم يروح 100 مليون ليره على سبيل المثال. لكن انا ما عم بدفع مليون ليره وبوثقها بشكل نظامي بشكل رسمي بضمن حقي وحق المشتري. في ناس اليوم ما عجبها موضوع الدفع نسبه بالمصرف يعني ان كان للسياره وان كان للعقار. نرجع يعني للثقافه القانونيه بالدرجه الاولى. نحن كانت ايجابيه اليوم استاذ هاي أنا برأيي طبعا ولا زالت ضريبة البيوع العقاري مقارنة بالدول الجوار والدول الأخرى هي كتير رمزية ما زالت إلى الحد الآن. لكن نحن مو متعودين عليها، نحن كشعب متعودين إمتى ما بدي أنا بنزل بفرق العقار، إمتى ما بدي بنزل بيع السيارة على السيارة ما في عليها ضريبة بيوع عقاري ويتم حسب يعني تم سمع أنه ممكن يصير في ضريبة بيوع على السيارات، لكن على العقارات نحن مو متعودين صار في شيء جديد. لكن لا زال ضريبة البيوع العقارية هي رمزية جدا مقارنة بالضرائب اللي عم تفرض بدول أخرى. أكيد بدنا نشكر وجودك معنا اليوم وشكرا لك النصائح اللي قدمتها. شكرا أستاذ أحمد لوجودك، ودائما نحن هيك بعض الإجراءات قادر تحمينا وتحمي الطرف الآخر ضمن القانون السوري. شكرا لوجودك.